نعم بكل تأكيد، هذا الاتفاق الأخير في جوبا يقود إلى مرحلة مهمة جدا من في عمر وتاريخ السودان الحديث، لوقف كل التعديات وكل الحروب السابقة، ووضع كامل للسلاح، وإعادة دمج يعني أفراد الحركات المسلحة المسلحة؟ نعم في المجتمع. ولكن ما سيحدث هو عودة الجبهة الثورية إلى الخرطوم لبحث تسريع تنفيذ اتفاق السلام الموقع في جوبا. الخبر الذي تتناولونه هو ليس منسوب لمصادر، بل هو تصريحات الأستاذ محمد حسن التعاشي، وهو عضو مجلس السيادة الانتقالي والناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض، نعم واضح. حيث تحدث بالأمس في جوبا حول عودة الجبهة الثورية إلى الخرطوم لتسريع تنفيذ بنود اتفاق السلام الذي لكن وقع في جوبا. أستاذ سميح، ما هي الأسس التي ستعتمد عليها الجبهة الثورية في اختيار ممثليها في مؤسسات السلطة الانتقالية؟ نعم، هو يعني التعايشي أشار إلى أنه بعد التوقيع على الاتفاق من المهم أن يبدأوا بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية حتى يبرهنوا للشعب السوداني نفسه أن الحرب قد توقفت، وأن بداية تشكيل المؤسسات مؤسسات الدولة ستكون من المجلس السيادي ومجلس الوزراء وتكوين المجلس التشريعي، خاصة أن تكوين المجلس التشريعي كان قد تأخر كثيرا. حكومة الثورة قامت بتكوين المجلس السيادي ومجلس الوزراء، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم تكوين المجلس التشريعي، وهو المجلس الأوسع فرصا لمنح يعني أعداد كبيرة من مكونات الجبهة الثورية لأن يكونوا ضمن الحكومة ممثلين داخل المجلس التشريعي. الأطراف أمامها أولويات أساسية، منها إدخال اتفاق السلام في الوثيقة الدستورية وتشكيل الآلية العليا لمراقبة تنفيذ الاتفاقية، كما أن الأوضاع حاليا لا تحتمل التأجيل لتشكيل الحكومة، نعم ويجب أن تعود كل الأطراف السلمية إلى الخرطوم حتى يقوموا بتسريع هذا الاتفاق. طيب، من جانب آخر أستاذ سميح، هل يشكل اتفاق السلام الموقع ورقة قوة للحكومة السودانية لرفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب في وجه ما أسماه مراقبون الابتزاز الأمريكي لحكومة السودان؟ لا أعتقد أنه ابتزاز أمريكي، لأن العلاقات بين السودان وأمريكا هي على مدى التاريخ السابق كانت متذبذبة إن صح التعبير. تقترب أمريكا من الخرطوم ومن ثم تبتعد أو تعود لتقترب، لأنها كانت العلاقات قائمة على ضوء النظام البائد، وكان النظام هو يعني صنف إرهابيا لدى أمريكا. الآن سقط نظام البشير وذهب كل ذلك القبح، ونحن نتهيأ الآن إلى حكومة مدنية كافة الدسم تحت توقف الحرب تماما. هذا الاتفاق وهو اتفاق تاريخي يجعل العلاقة ما بين الخرطوم وواشنطن علاقة استراتيجية قائمة على الثقة، قائمة على المصالح المتبادلة، وفي الوقت ذاته تعمل الحكومة السودانية على أن تكون في مسافة واحدة من كل الدول، إن كانت دول محاور أو دول إقليمية أو دول دولية. ولكن هذا الاتفاق يعني يمزق تماما ورقة الحرب الأولى، ويضع السودان يعني في مصاف الدول التي تطمح أمريكا في أن تبني معها علاقات استراتيجية مستدامة. نعم وضحت الفكرة. ضيفي من الرياض كاتب صحفي سميح جمال، شكرا لك.